مرحبا، أنا حسيبة. جيت اليوم لحتى أعملكم لقاء عن بعد. أنا بعرف إنكم متواجدين بالبيت، وإنتو بالبيت مرات بتكونوا فلسين، بس مرات بتشتغلوا كثير وبتعملوا فعاليات كثير حلوة. بتعرفوا إنه أنا بشتغل بالروضات والبساتين مستشارة تربوية، وأكثر إشي باصل على الروضات والبساتين بحكي مع المعلمة وبشوف الأولاد الحلوين اللي زيكو. اليوم رح نعمل فعالية، والفعالية رح تكون إلنا مع بعض. إحنا رح نكون متواصلين عبر الشاشة. طبعاً إنتو شايفين إنه أنا عم بصور هون بالأستوديو، وإنتو متواجدين بالبيت مع أهليكو. اليوم لقاءنا رح يحكي عن المشاعر، المشاعر الشرعية تبعتنا. شو يعني مشاعر شرعية؟ مشاعر شرعية يعني مشاعر طبيعية، يعني كل واحد فينا بحس بمشاعر أو عنده أحاسيس اللي هي طبيعية ولازم يحس فيها ومش لازم يخجل فيها. وكمان رح نحكي كمان إشي عن قدراتنا وقواتنا. عندنا قوات في داخلنا كثير كبيرة وكثير عديدة، وإنتو كمان رح تحسوا إنه عندكم قدرات، واليوم رح نعدد هاي القدرات مع بعض. بدنا نبدأ فعاليتنا. قلنا بتحكي عن المشاعر، بس مش بس عن المشاعر، بتحكي عن المهارات الحياتية اللي عمليا قبل شوي ذكرتهم. المهارات الحياتية هي القدرات والقوة الموجودة بداخلنا. اليوم رح نكتشف هاي القدرات، رح نشوفها، رح نحسها، ورح كمان نعززها ونقويها ونطورها مع بعض. وأنا متأكدة انتو فهمانين علي، وأكيد أكيد معلمتكو ذكرت كلمة مهارات. انتو عندكو مهارات. أيوة مزبوط، مهارات كثير حلوة يا أطفال يا حلوين، مهاراتكو رائعة وانتو بتعرفوها. مثلا في ولاد كثير بحبوا يركبوا بازل، وكثير نشيطين وسريعين بتركيب البازل. هاي اسمها مهارة أو قدرة أو قوة. فإحنا كثير بدنا نعزز هاي المهارات لحتى تساعدنا نحافظ على أنفسنا ونتعامل مع مشاعرنا. ويمكن كمان المهارات بتساعدنا بس كمان شغلة بتساعدنا إنه نحكي عن مشاعرنا بشكل آخر، نساعد حالنا نحول مشاعرنا شوي اللي مش حلوة أو الحرجة لمشاعر أفضل وأحلى. واليوم انتو بتعرفوا رجعت وقع الروضات والبساتين قبل تقريبا أسبوع وشوي رجعنا على الروضات والبساتين، بس بعرف صحيح مش زي بالأول، رجعنا على روتين جديد، روتين آخر، روتين ثاني فيه توزعنا وفيه في قوانين وأشياء جديدة إحنا منعرفهاش، مش متعودين عليها. يمكن الإشي شوي صعب علينا، وطبيعي كونوا مع هذا الشعور إنه إحنا شوي استصعبنا، شوي ما حبينا، شوي ترددنا، بس عرفتوا كيف تتعاملوا مع هذا الروتين الجديد؟ أيوة، كيف عرفتوا؟ يلا فكروا معي، فكروا كيف عرفتوا؟ صح، اتبعتوا النظام اللي قالت عنه المعلمة وأصغيتوا جدا لكلامها، ومش بس لكلام المعلمة، أصغيتوا لكلام أهلكوا. أهلكوا أكيد دربوكوا وحكوا إنه الوقاية شغل كثير مهمة، وهيك قدرتوا أنتوا تتدربوا على الروتين الجديد واستعملتوا قواكوا ومهاراتكوا العديدة لحتى تساعدوا أنفسكوا بالمشاعر، تساعدوا حالكوا إنه تطوروا نفسكوا للأفضل وتتعلموا تكونوا بهذا النظام بشكل حلو. تساعدوا نفسكوا إنه يكون الإشي كثير سهل عليكوا، إنه كمان تحبوه وتتعاملوا معه وتواجهوا الصعوبات إذا كانت موجودة عندكم. رائعين، أنا متأكدة كل واحد فيكم رح يكون إسا جاهز للفعالية. وعشان الفعالية إحنا أكيد متواجدين بالبيت وقبال الشاشة، ولكن بحاجة لبعض الأغراض. إحنا بحاجة، وبعطيكم وقت تجيبوا الأغراض بين ما أنا أحكي. إحنا بحاجة لقلم رصاص، وكمان بحاجة لثلاث قصاصات من الورق،
وبحاجة لأقلام تلوين. أقلام التلوين ممكن يختاروهن كل واحد فيكو يختار الألوان أقلام اللي بدهن إياهن. مش شرط إنه أنا أختار أقلام توش، ممكن باندا، ممكن خشب، ممكن شمع، يلي بتستريحوا فيه واللي بتحبوا تستعملوه، والإشي طبيعي. وأنا أحكي إسا حاولوا جمعوا الأغراض وحطوهم قدامكم لحتى كمان شوي يمكن نستعملهم. واليوم عندنا مفاجأة، تعرفوا مين؟ رح يرافقنا حدا اليوم، وإسا أنا رح أفرجيكو عليه. تعرفوا مين؟ تحذروا مين رح يكون معنا؟ لأ، مش معلمتكو، لأ، مش صديق، لأ، حدا جديد انتو رح تتعرفوا اليوم عليه. هو جاي معاي وهو صديق لإلي كمان، وأنا كثير بحبه، رح أناديله بس عشان أفرجيكو عليه، وبعدين رح نلتقي إحنا وياه بكمان لقاء. نادر، نسيت أقولكو إنه اسمه نادر أبو المشاعر. بتعرفوا ليش اسمه نادر أبو المشاعر؟ لأنه عنده خليط كبير كثير من المشاعر. نادر، نادر، ليش بتجاوبني هيك؟ نادر، استني يا حصيبة، استني شوي، وينك؟ ليش هيك بتحكي؟ الحمد لله. يعني مين معنا هون؟ مالك يا حصيبة بتنادي بسرعة؟ أنا اليوم كنت إسا كنت عم بفطر، والحقيقة يا حصيبة إنه أنا بعدني متلبك. مرحبا، أنا نادر، كنت أنا عم بفطر إسا وحسيبة نادت لي وكانت اللقمة بعدها بسمي. تأسفي يا نادر، صحيح إنك عم تفطر بس أنا ما انتبهتش، بس ناديت لك إسا لحتى أعرف الأولاد عليك، لأنه كمان شوي رح يكون بيني وبينك كمان حوار قدام الأولاد. طبعا حكيتي لي كثير انت عن هذا الحوار، وانا بعرف وحابب اشوف هذول الاولاد الحلوين، بس اعطيني مجال انه اروح اغسل ايدي وبالمي والصابون كثير زي ما احنا تعودنا انه احنا نغسل ايدينا بالمي والصابون كثير بفتره الكورونا، وكمان لحد اسا وانا اسا كنت عم بفطر والحمد لله خلصت اخر لقمه ورح اروح اغسل ايدي وبرجع باجي. تمام يا نادر، ممتاز، أنا رح أناديك لأنه في مرحلة معينة رح أناديك فيها وتشوف الأطفال ونحكي مع بعض قدامهم. روح كمل فطورك وكمل غسيل الإيدين وبعدين بناديلك. طيب قول باي باي. باي باي. وهيك عرفتوا مين معنا اليوم، نادر أبو المشاعر، صديق كثير لطيف، هو كمان من جيلكو، بيتعلم بصف البستان، وكمان هو راح على الروضة وراح على البستان، بحب كثير البستان واشتغلوا بهاي الفترة. تعال نشوف اليوم رح نعمل اشي مع بعض، اشياء كثيرة مع بعض. تعال نشوف شو بدنا نعمل قبل ما نبدأ. اليوم رح نغني او نسمع مع بعض اغنية عن المشاعر، اغنية قلبي غابي لا رنين حنا، وبعدين رح يكون إلنا حوار مع نادر أبو المشاعر، وبعدين رح نفحص مع أنفسنا شو هو شعورنا إسا، كيف إحنا حاسين، هل إحنا مرتاحين، هل إحنا مبسوطين، هل إحنا زعلانين أو محتارين، ما بنعرف، كل واحد وشعوره، والشعور هو إشي طبيعي. ومش بس هيك، مش بس بدنا نحكي عن المشاعر، احنا كمان بدنا نرسم رسمة تعبر عن شعورنا اليوم، او تحديدا بهاي اللحظة لما انتو عم تحضروا معي اللقاء. وبالاخر رح ندور بداخلنا عن مشاعر وقدرات كثيرة موجودة بداخلنا، ونحاول نختار منها 3 قدرات ونسجلها على الورقة، وبعدين بقولكو شو بدنا نعمل بهاي القدرة. إسا رح نسمع غناي، الغناي اللي قلتلكو عنها.
غناية رنين حنا، أغنية كثير حلوة وموسيقى كثير رائعة، والمضمون تبعها بيحكي عن المشاعر. تعالوا نسمع سوا أغنية قلبي غابي لرنين حنا. فيها فرحان وزعلان، فيها خوف وفيها أمان، مرة وحدي ومرة حنان، مرة بهدي ومرة بطير، قلبي غابي كبير كتير، قلبي غابي كبير كتير، فيها الفيل والعصافير، فيها فرحان وزعلان، فيها خوف وفيها أمان، مرة وحدي مرة حنان، مرة بهدي ومرة بطير، قلبي غابي كبير كتير، قلبي غابي كبير كتير. قلبي غابي قرد وتعلب، مرات برقص مرات بتعب، مرة بقوم من نومي ألعب، مرة بكون كسلان كتير، قلبي غابي كبير كتير، قلبي غابي كبير كتير. قلبي غابي أسد وفار، مرة بعطي ومرة بغار، إسا ليل وبعده نهار، مرة فقير ومرة أمير، قلبي غابي كبير كتير، قلبي غابي كبير كتير، فيها الفيل والعصافير، فيها فرحان وزعلان، فيها خوف وفيها أمان، مرة وحدي ومرة حنان، مرة بهدي ومرة بطير، قلبي غابي كبير كتير، قلبي غابي كبير كتير. أه حسيبة، شو هذا؟ شو لوني؟ شو قصدهم؟ قوليلي شو قصدهم بكلمة غابي؟ شو يعني قلبي غابي كبيري؟ قلبي غابي كبيري شو يعني غابي؟ نادر غابي، تعرفي شو يعني غابي؟ أكيد الأولاد الحلوين بيعرفوا شو يعني غابي. يلا قولوله لنادر. عم بفكر أنا كمان. قولوله شو يعني غابي. غابي يعني محل فيه كثير أشجار، وفيه إشياء كثير مش بس أشجار، وهو محل واسع وكبير، ومكان اللي فيه كثير أشياء وكثير حيوانات، وكمان بيحكوا عنه وبيشبهوا القلب فيه. انت عندك قلب يا نادر؟ طبعا طبعا عندي قلب، انا عندي قلب كبير زي ما حكوا بالغناي، انه انا عندي قلب كبير وواسع وفيه اشياء كثير. وانت بتعرفي يا حسيبة انه انا اسمي نادر ابو المشاعر. بعرف انه اسمك نادر ابو المشاعر، ومش بس هيك، ومش هيك جبتك بس عشان نقول للأولاد إنه أنت نادر أبو المشاعر، عشان أحكي لهم قديش أنت يا نادر قديش أنت عندك مشاعر وبتبينها وبتفرجي عنها. صحيح صحيح، الحق معك يا حسيبة، أنا مرات كثير ببين إني زعلان كثير وحزين، وما بحس حالي الا تريحت وصرت مبسوط، مبسوطه بشكل غريب. بس بحبش هذا الشعور انه انا بكون زعلان. صحيح يا نادر، كلنا مش بس انت، كمان الاولاد اللي بالبيت صحيح مرات بتكونوا زعلانين، ومرات بتكونوا مبسوطين، ومرات بتكون حيرانين، ومرات بتكونوا زهقانين، والاشي كثير طبيعي. زي ما عم بقول لنادر. يعني شو قصدك يا حسيبة انه الاشي كثير طبيعي انه الواحد يكون مرات زعلان ومش مهم؟
بينفع يكون زعلان لأنه إحنا أحاسيسنا بتتغير حسب يا نادر بتعرف حسب إيش؟ بتتغير حسب شو بيصير معنا، ومرات كثير في ظروف اللي إحنا مننضغط فيها ومنتضايق ومنتحسس ومنزعل ومرات كمان منبكي. صح يا ولاد؟ استفهمت عليكي، يعني أنا بهمش وعشان هيك سمتيني نادر أبو المشاعر، لأني أنا دايما بحكي لك ليش أنا وشو مالي وشو مضايقني ومن شو. يعني مرات كثير يا ولاد أنا لما أروح على صف البستان وبكون عم بعمل وعم ببني برج عالي عالي، بيجي صديقي سامي وبقول لي مش حلو شو عملت، بقول له لا 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 حلو شو عملت، وبصير أزعل وببكي وبتضايق. صح، بتتضايق وطبيعي انه الواحد يتضايق لما حدا هيك بقول له، بس بتعرف شو لازم تعمل؟ شو ممكن نعمل؟ فكروا معي يا اولاد، شو ممكن نعمل؟ شو رايكم؟ اذا حدا بيضايقنا بإشي شو ممكن نعمل؟ صح، ممكن نعمل إشي اللي يريحنا. شو الإشي اللي ممكن نعملها بتريحنا؟ أنا بعرف ممكن نحكي لحد إنه متضايقين. صح، هاي أشطر فيها شغلي فيها نادر بيحكي لي كل إشي بيضايقه، والإشي كثير بيساعده إنه يتريح. وكمان إشي ممكن ندور على شو قلنا قبل شوية نادر؟ على 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 مهارات كثير موجودة في داخلنا، وهي قوة اللي بتساعدنا إنه إحنا نقدر نتعامل مع الشعور اللي مش حلو. مظبوط يا نادر، ممتاز، رائع، قديش انت ذكي وبتلقط بسرعه، وقديش حفظت شو انا قلت، انه احنا عندنا قدرات وقوه بداخلنا واشياء بنعرف نعملها وبننجح فيها، وهي الاشياء بتساعدنا انه احنا نكون بمحل اخر، يعني نشعر افضل ونحول الشعور اللي مش حلو لشعور حلو. رائعين يا اولاد، انتوا كمان شاطرين. نادر تسمح لي شوي اكمل الفعاليه؟ طبعا حسيبه، انا رح اقعد هون على جنب وزي الولد الشاطر ورح اسمعك كمان. اوكي شاطر نادر، ممتاز، يلا نقعد بهدوء وبنستمع زينا زي الاولاد. كيف حكينا يا اولاد؟ لكل ولد فينا في قلب، والقلب كثير واسع، وشبهته بالغناي زي ما سمعناها. الغناي شبهت القلب بالغابة، والغابة كثير واسعة وكبيرة وفيها أحاسيس كثير كبيرة، ومرات هاي الأحاسيس بتتغير بحسب الحالة وبحسب الساعات. مرات كثير باجي على الروضة أو على البستان الصبح كثير مبسوط ومرتاح، يا بي شو بكون مبسوط ومرتاح، بفوت بيصير في شغلة صغيرة اللي ممكن تضايقني، فبتحول شعوري من مبسوط ومرتاح لا زعلان أو خائف أو تردد أو حيران أو زهقان، يعني كثير إشياء ممكن تتغير، بس الشيء طبيعي. إحنا منقدرش لازم نعيش مشاعرنا ومنقدرش نطردهن بسرعة، لازم نعيش كل شعور كيف إحنا حاسين فيه، ومنيح كثير. بس قلنا تنسوش إنه عندكو هو في كثير قدرات وكثير قوة ومهارات موجودة بالداخل، رح نخرجها ونستعملها لحتى نساعد أنفسنا. مثلا زي ما حكى لكم نادر إنه صديقه بيجوا بيقول له مش حلو البرج، ممكن يجي حدا يقول لكم هيك وشوي الإشي بيشعرنا بشعور مش حلو، شو ممكن نعمل؟ بتعرف شو ممكن نعمل؟ أنا بقول لكم مثلا أنت عندك قدرة ترسم رسمة حلوة، ودايما المربية أو المعلمة بتقول لك واو شو هالرسمة الحلوة، بتروح بتاخذ قلم ورقة وبتقعد ترسم رسمة الحلوة. ولما أنت بترسم وبتحس قدراتك العالية وبتشعر إنك نجحت بالرسمة، الإشي كثير رح يساعدك، وهيك أنت بتتخلص من الشعور الحرج وبتساعد نفسك تشعر حلو. تعالوا نفكر مع بعض. يلا إسه رح أعطيكم وقت انتو واهاليكو، شو هي القوة والقدرات الموجودة بداخلنا؟ يلا
فتشوفي داخلكم، اتذكروا الاشياء اللي انتم بتحبوا تعملوها، الاشياء اللي انتم عندكم قدره كبيره فيها يلي بتنجحوا فيها وبقولوا لكم واو كل الاحترام. اكيد في النهار كثير المعلمه بتقول لكم كل الاحترام، انا متاكده انكم قادرين، رائعين انتم، حلو صاحيه ممتاز. شو عم بتقولوا؟ انتم تعرفوا تركبوا بازل بسهوله، وفي منكم كمان بيعرف كثير يشارك اصحابه باللعب، وكمان منكو بيلعب بالمجسمات وبيبني ابراج عالي كثير زي ما نادر قال، وفي منكو كمان في البيت عنده قدرات بارزه، والقدرات هي كثيره انه يساعد امه بتحضير الوجبه. طبعا انتو بتعرفوا كمان تلعبوا منيح، وبتعرفوا تلعبوا كره القدم ومرات كره السله، وكمان بتعرفوا ترتبوا غرفتكو والعابكو وكثير اشياء بعد كثيره وكثيره وكثيره. ممكن منكو قسم بي يسقي الورد بالحديقه. هون احنا بنشعر ان احنا قادرين، كثير هذا الشعور حلو، وكمان بنخلي حالنا نستعمل هاي القدرات لحتى نشعر حلو، وكل مره فيها بنكتشف اخرى قدرات موجوده عنا بداخلنا، هاي القدرات راح تساعدنا انه احنا نشعر حلو. اسا خذوا الاوراق واكتبوا وارسموا مع اهاليكو شعور انتو حاسينه اسا. يلا كل واحد يرسم رسمي ويكتب عليها شعور اللي هو حاسه اسا. بعد ما نكمل راح نرتاح شوي، في اشياء بداخلنا بتساعدنا انه احنا نكون مرتاحين زي التنفس، احنا بنتنفس بشكل تلقائي، ولكن في تمرين كثير حلو رح نعمله على السريع. تعوا تخيلوا بالايد اليمين في زهرة وبالايد الشمال في ريشة، وجربوا خذوا نفس قوي وشموا الزهرة وانفخوا على الريشة، شموا الزهرة وانفخوا على الريشة، واعملوا هذا التمرين كثير، وبهذا التمرين بيريحكم، وهي واحدة من الأشياء الموجودة بداخلنا وهي تعتبر قدرة وإحنا منحسش فيها. رائعين ممتازين كيف عملتوا، وتمرنوا على هذا التمرين بعد. وبنهاية لقائنا رح نقول شو عملنا اليوم. إحنا استمعنا لأغنية، أغنية عن المشاعر، أغنية قلبي غابي، وتعرفنا على العزيز الغالي نادر أبو المشاعر، وفحصنا مع أنفسنا شو هو شعورنا اليوم، وكمان رسمنا رسمة بتعبر عن الشعور. اكتشفنا في داخلنا انه في كثير مهارات حياتية، قوة وقدرات احنا بنمتلكها وبتساعدنا لحتى نشعر افضل. كثير انبسطت باللقاء معاكم، رح كان كثير رائع ممتازين. يعطيكم العافية والى اللقاء.